وحول إيران ينضم إلينا الأستاذ حسان قطبة مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير. نبدأ من دعوة روحاني للتجهيز من أجل مواجهة وتطوير القدرات العسكرية ومواجهة أي تهديد عسكري محتمل، على ماذا تنطوي مثل هكذا تصريحات برأيكم؟ في الواقع الضغوطات الأمريكية الاقتصادية تترك آثارا سلبية على الداخل الإيراني كما على دور إيران في الخارج في الدول التي تتدخل بها. الحصار الاقتصادي يؤثر على علاقة النظام الإيراني مع شعبه، كما يترك أثر على قدرتهم على تطوير ترسانتها العسكرية وتجهيزها بمعدات جديدة، سواء في تطويرها في الداخل أو شرائها من الخارج. وتصريحات روحانية مجرد إشارة إلى أن إيران مستعدة للقتال، ولكنها لا تتضمن أي قدرة فعلية على تطوير الترسانة العسكرية الإيرانية وعلى أن تكون أكثر استعدادا في حال وقوع مواجهة عسكرية، وهذا أمر مستبعد شأن. في الوقت نفسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدعو الأوروبيين لاتخاذ خطوات أكثر عملية إزاء الاتفاق النووي مع إيران. هل تراهن إيران على أوروبا، وهل فعلا أوروبا قادرة على المضي قدما في الاتفاق من دون الولايات المتحدة الأمريكية؟ من واضح أن دول أوروبا تحاول أن تلعب دور الوسيط، هي تستفيد فعلا من بعض العمليات الاستثمارية في داخل إيران، وتحاول أن تلعب دور الوسيط في إيجاد حل وسط للصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة. وأيضا تحاول أوروبا الحفاظ على دورها في تخفيف الاحتقان وفي تأمين فرص عمل لشركاتها وتستثمر أكثر في إيران، ولكن انسحاب الشركات الأوروبية الآن من إيران، نعم، انسحبت الشركات الألمانية كما انسحبت شركات توتال الفرنسية، هذا يعني أن الشركات الأوروبية لن يعد لها ثقة بالداخل الإيراني وبقدرة الحكومة الإيرانية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، كما أن لديها قراءة أن الواقع في الداخل الإيراني أصبح قلقا ولا يبشر بأي خير على الإطلاق. كما أن الحصار المالي على إيران سوف يترك أثرا سلبيا على قدرة إيران على تسديد المدفوعات بالعملة الصعبة لهذه الشركات، وهذا يدفع الشركات لمغادرة إيران، وبالتالي أوروبا تحاول أن تحد من هذه المشكلة، ولكن لا يمكن أبدا أن تخرج أوروبا عن التفاهم مع الولايات المتحدة لصالح إيران. ممكن أن تلعب دورا وسيطا. طيب ماذا يعني أن يصرح الرئيس الأمريكي بأنه ليس هناك أي تواصل مع إيران، ولا يعني هل من الممكن أن تجري مباحثات أمريكية إيرانية؟ منذ بعض الوقت طرح الرئيس الأمريكي أنه مستعد للجلوس مع الإيرانيين والتحاور معهم على الطريقة التي تمت مع رئيس كوريا الشمالية. الرد الإيراني كان سلبيا، مما يعني أن إمكانية التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق النووي أو على دور إيران الإقليمي في المنطقة أصبح شبه مستحيل، والحصار الأمريكي الاقتصادي يؤثر سلبا على دور إيران في المنطقة، ويؤثر سلبا أيضا على المشروع النووي الإيراني مهما حاولت إيران تظهر أنها قادرة على الاستمرار به أو على تطويره. فالواضح الآن أن التشدد الأمريكي مستمر، والخطوات الأمريكية تتصاعد وتتجه أكثر فأكثر نحو تفعيل العقوبات، وما نراه من آثار سلبية حتى على تصدير النفط الإيراني إلى الهند وإلى الصين، تترك أثرا سلبيا على الداخل الإيراني وعلى قدرة إيران على مواجهة التحديات التي تفرضها أمريكا على إيران وعلى سلطتها الحاكمة. عندما يخرج وزير النفط الإيراني بيجان زنغان ويقول أن بلاده لا تمتلك أموال لإصلاح المنشآت النفطية الإيرانية المتهالكة كما وصفها هو، هذا يجعلنا نطرح سؤال: إلى أي مدى إيران قادرة على تحمل العقوبات؟ قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2016 بين الولايات المتحدة والدول الخمسة مع إيران، كان هناك حديث عن أن إيران بحاجة إلى 400 مليار دولار لتطوير بنيتها المتعلقة بإنتاج النفط وبغصاف النفط وبالقدرة على تصدير النفط. مع تجدد العقوبات الأمريكية الآن على إيران أصبح من الصعب جدا إعادة تجهيز هذه المصافي أو تطويرها وعلى القدرة على إنتاج النفط وزيادة تصدير النفط الإيراني. وتصريح الوزير الإيراني يؤكد قلق الشركات الأوروبية ويؤكد عن أن إيران قدرتها أصبحت محدودة على متابعة مصيرتها، سواء
المسيرة الإقليمية أو على تطوير الواقع الداخلي. ومنذ فترة أيضا تم إغلاق مستشفيات في طهران لعدم قدرة الدولة على تمويل هذه المستشفيات للقيام بواجباتها تجاه المواطن الإيراني. فالأزمة معقدة جدا أصبحت في إيران، أزمة بين الحكومة الإيرانية وبين الشعب الإيراني، أزمة في تأمين الاحتياجات الضرورية للشعب الإيراني، أزمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيران لتطوير الواقع الاقتصادي الإيراني وتأمين فرص عمل للشباب الإيراني، كما هناك أزمة حقيقية في عدم القدرة على تطوير المقدرات العسكرية الإيرانية لمواجهة أي احتمال لمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة أو إسرائيل مع إيران في المنطقة. فالواقع واضح. تصريح الوزير الإيراني يؤكد هذه. كان معنا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان قطب، شكرا جزيلا لك.